Yeah, no, I think it will take some time. أعتقد أن You know, الأمر when I يحتاج mentioned بعض before الوقت، that فكما the ذكرت people of Iraq مسبقا spoke and they شعب didn't speak العراق in favor of the تحدث United ولم States يتحدث or in بما يصب favor بمصلحة of الولايات Iran, but المتحدة in ولا favor of بما Iran. I'm يصب talking about لمصلحة إيران، you know, the ولكن ما Muqtada يصب al-Sadr. لمصلحة Now, العراق. Muqtada al-Sadr, مقتدى the United الصدر States has long had some differences with والولايات Muqtada المتحدة al-Sadr كان and his بينهم الكثير vision من الاختلافات for Iraq and his ورؤية مقتدى behavior الصدر during نحو the العراق U.S. invasion وتصرفاته أثناء الغزو and the liberation. الأمريكي But what I would والأمور say المرتبطة is, بالتحرير. he ولكن ما seems to يمكنني be turning قوله the course هنا as a almost unbelievably as a statesman. يبدو وكأنه يتحدث وكأنه ممثل للدولة، وأنه يحاول أن يضفي الاستقرار على البلد، ومرة أخرى وكأنه يحاول أن يحرك الأذرع بشكل أو بآخر نوعا ما لاحتكار استخدام القوة. ولكن أقول أن هذه أمور إيجابية. أنا لا أقول هنا أن مقتدى السطر يعتبر فاعل أو لاعب إيجابي، ولكن هذا ما قرر الشعب العراقي بشأنه، ويبدو أنه يتصرف بشكل فيه مسؤولية إلى حد ما. وأعتقد أن ما قاله للتو يهم بشكل كبير في العراق، وبالتالي أعتقد أن العملية ستستغرق وقتا، إلا أن هذه خطوة إيجابية بشكل عام.